منذ هذا اليوم المجيد أنتما واحد أمام البعل. اعبداه إلها فوق الآلهة، وأكرماه بإخلاص يليق بمانح الحياة وآخذها. يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! خذها يا جلالة الملك إلى سرير الزوجية واجعلها قرينتك. أنجبي للملك ورثة كثيرين، وليبارك البعل بيت الملك. يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! يحيى الملك! سأدخل لأقدم للبعل المعظم ذبيحة لأشكره على الأمطار التي باركنا بها فتوافرت محاصيلنا الزراعية، ولأشكره أيضا على غلبة أعدائنا لننعم بالرغد والسلام. يا صاحب الجلالة، أيها الملك المعظم، فلتعاونك بنات الآلهة على نشر بذرتك على مذبح البعل المعظم. بنات الآلهة، فلنكرم معا البعل المعظم. Thank you.
لقد أمرت وبطلب من الملكة إيزابيل بتأمين أماكن لإقامة جميع كهنة وأنبياء البعل وأشتاروت في القصر الملكي. هذا حتى يتسنى لنا عبادة البعل المعظم ليل نهار قدر المستطاع. يوجد يا صاحب الجلالة 450 نبيا للبعل و400 لعشتاروت. رائع، هذا عدد كافي لتأمين العبادة ليل نهار. سوف ننفذ الأوامر الملكية بكل سرور. اسمع، فتعمل الخمر عملا ولتوقظ العبادة الأموات إن استطعت. آسى يا صاحب الجلالة بهذا الأمر الملكي الحكيم أن تحيي شهوة البعل نحو عشتاروت وتنجب لنا إلها جديدا. يا رئيس كهنتي، لست هينا يا رئيس الكهنة، لست هينا. فلنبدأ الاحتفال. من الذي دعاك إلى احتفالنا؟ أعرف من أنت. أنت النبي إيليا. كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا؟ ألست خائفا على حياتك؟ حي هو الرب إله بني يعقوب الذي وقفت أمامه. إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي. من تظن نفسك؟ انظر حولك وانظر إلى قوة البعل وعظمته وجلاله، وبالمقابل انظر إلى نفسك. يا إيليا، أنت تجرؤ على المجيء إلى هنا وتدعي أنك تملك قوة إلهية. هكذا قال الرب إله بني يعقوب الذي أنت أغضبته برجاستك، أنت وزوجتك. يا فاقد العقل، أتعلم أن الملك الذي تخاطبه قادر أن يأمر بحبسك؟ ماذا الحياة؟ هيا غضب عن وجهي، قد فقدت زوجتي. صوابا، لن تغفر لك الآلهة هذا التحدي، وأنا لن أسامحك. أسمعت يا إيليا؟ لن أسامحك ولا أنا. لن أسامحك أبدا حتى أنا لن أسامحك. موسيقى. لن أسامحك. وكان كلام الرب له قائلا: انطلق من هنا واتجه نحو المشرق واختبئ عند نهر جريل فتشرب من النهر، وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك.
صار لها زمن ولم تمطر. والمزروعات بدأت تيبس. غير معقول. استنفذنا كل جهودنا أمام البعل المعظم بلا جد. أوامري هي ألا تتوقف الابتهالات للبعل. الآلهة لا ترضى أحيانا، ولا يسكن غضبها إلا بعد جهد جيد. هل وجدوا إيليا؟ كلا يا صاحب الجلالة. وهل اختفى؟ ساجدوا صاحب ساسحقوا. لن يكون المشهد جميلا. هل سمعت؟ لن يكون المشهد جميلا. فانطلق وعمل حسب كلام الرب، وذهب فأقام عند نهر كريث. وكانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء، وكان يشرب من النهر. الشعب بدأ يتململ وقلق. الآلهة لن يسكن غضبها إلا بالمزيد من الابتهالات والتضحيات. كان بعد مدة من الزمان أن النهر يبس لأنه لم يكن مطر في الأرض. لقد قضي علي. سنموت جوعاً. كان كل اعتمادنا أنا وعائلتي على هذا الموسم. كهنة الملك يتعبدون ليل نهار. أمر الملك بمزيد من الذبائح ليل نهار. حسناً. نحتاج إلى المطر. وكان له كلام الرب قائلاً: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك. هو ذا قد أمرت هناك امرأة أرملة أن تعولك. أعطيني كسرة خبز رجاء. حي هو الرب إلهك. ليست عندي كعكة. كل ما عندي هو حفلة من الدقيق في الجرة وقليل من الزيت في الكوز. هذا بالكاد يكفي لي ولابني، وبعدها نموت. لا تخافي، اعملي لي كعكة صغيرة وآتيني بها، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. هكذا قال الرب الإله: جرة الدقيق لا تفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى أن ينزل المطر.
سآتي معكما لأعرف ما صنع الرب. شكرا يا ولدي. هذا واجب يا سيدي إيليا. إلى متى يبقى طحين والزيت في بيتنا؟ إلى أن ينزل المطر من السماء. لم تمطر منذ الزمن. لا تخف يا بني، الدقيق لن يفرغ والزيت لن ينقص حسب قول الرب. هل تثق بالرب؟ نعم يا سيدي إيليا، إني أثق بالرب. فلتكن بركة الرب معك يا ولدي. تفضل. شكرا. سيدي استيقظ يا سيدي أرجوك. ابني لا أدري ما أصابه. ما لي ولك يا رجل الله؟ أجئت إلي لتذكرني بإثمي وتميت ابني؟ أعطيني ابنك يا امرأة. المرأة التي أنا نازل عندها تسيء أيضا وتميت ابنها. يا رب إلهي، لترجع نفس الولد إليه. يا رب يا رب أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي القدير، وأحمدك لأنك استجبت دعائي يا رب، استجبت دعائي. أشكرك يا رب، أشكرك. تعال يا ولدي، تعال. انظري ابنك حي امرأة. بني الآن تأكدت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. يجب أن أسافر اليوم، سأرجع لأقابل الملك أخاب. لماذا؟ لقد كلمني الرب وسوف يرسل المطر قريبا ويحيي الأرض. الحمد لله، الحمد والشكر له. فليحفظكم الرب، وشكرا لك على اهتمامك بي طيلة هذه المدة. لا شكر على واجب، يا ليته كان بإمكاني أن أكرمك يا رجل الله كما يليق. لقد خدمتني بإخلاص وأظهرت لطفا وصبرا، الرب سيكافئك على هذا. أرجوك لا تترك لي يا سيدي إيليا. ينبغي أن أطيع أمر الرب يا بني،
دع النبي يذهب يا بني، هذا خير لنا وللناس جميعا. أنت امرأة حكيمة. الرب معك، وأنا أعلم أنها ستمطر كما أعلمك الرب. فلتكن مشيئة الرب. أهذا أنت يا سيدي إيليا؟ نعم أنا هو، أنا إيليا. اذهب وقل لسيدك أخاب أني هنا. أية خطيئة ارتكبت حتى تسلم عبدك ليد أخاب برسالة كهذه؟ إنه سيقتلني. بحث عنك أخاب في كل مكان، وأرسل من يبحث عنك فعادوا جميعا يقولون إننا لم نعثر عليه. فما إن انطلقت من عندك لأخبر الملك إنك هنا حتى يحملك روح الرب، فيأتي أخاب ولا يجدك فيقتلني. حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. إنني اليوم أنا هنا لمواجهة أخاب. تذكرني، عندما شرعت إيزابيل تقتل أنبياء الرب خبأت 100 رجل في مغارتين وأنقذت أرواحهم. إذن انتظرني هنا وسأحضره إليك. علمت بشجاعتك، سأكون هنا في انتظارك. هيا حتى تعود. أنت هو مكدر هذه الأمة. هل هذا معقول يا رجل؟ تسبب أكبر كارثة لشعب بأكمله وتختفي لسنوات دون أن تكترث. المكدر هو أنت وبيت أبيك لترككم وصايا الرب وبسيرك أنت وراء البعليم. إيه إيليا، لماذا جئت؟ ما الذي تريده؟ أريدك أن تدعو الشعب كله إلى اجتماع عام على جبل الكرمل، وتحضر أيضا لهذا الاجتماع أنبياء البعل 450، وأنبياء عشتروت 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابيل. وما الهدف من وراء هذا الاجتماع؟ سترى وستعلم. أنا أسبقكم إلى الجبل والجميع سيراني هناك. لا تنسى أن تفك قيد عوادية. حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. أحضروا هنا ثورين، فليختر أنبياء البعل أحدهما وليقطعوه ويضعوه على حطب دون أن يشعلوا النار، وأنا أقدم بدوري الثور الثاني دون أن أشعل النار، ثم ليدعوا أنبياء البعل باسم آلهتهم وأنا أدعو باسم الرب.
والإله الذي يجيب بنار فهو الله. لن تنجو من هذا يا إيليا. تقدموا إلي. املأوا 4 جرات ماء وصبوا على الذبيحة وعلى الحطب. أيها الرب، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت الله في هذه الأرض، وأني أنا عبدك، وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. استجبني، استجبني يا رب، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله. أمسكوا أنبياء البعل، لا تدعوا أحدا منهم يفلت، وخذوهم إلى نهر قشون ليذبحوا هناك. اذهب وانظر نحو البحر. لا شيء يا سيدي. اذهب وانظر. لا شيء يا سيدي. أعرف يا بني، اذهب وانظر جيدا. سيدي، هذه هي المرة السابعة. أعرف يا ولدي، أعرف. اذهب وانظر جيدا، اذهب. سيدي، هناك غيمة صاعدة من البحر بحجم كف إنسان. اصعد واخبر أخاب وقل له جهز عربتك وانزل قبل أن يمنعك المطر. هيا. أخبرني يا زوجي الحبيب، ماذا حدث حتى أمطرت السماء بهذا الشكل؟ حمداً للبال على هذه النعمة. لا تتسرعي في الاستنتاج، الأمر ليس كما تظنين. لا تعجبني نبرة صوتك. كارثة، لقد وقعت كارثة. كارثة؟ تكلم.
انطق، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ لقد قتل كل أنبياء البعل، ماتوا جميعا. كيف جرى هذا؟ كيف؟ قد ربح إيليا التحدي بينه وبين أنبياء البعل، استجاب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نزلت نار من السماء أكلت تقدمة إيليا أمام الجميع، وبالمقابل لم يفعل البعل. لماذا لم توقف هذه المجزرة الرهيبة؟ لماذا؟ شيئا، لم يفعل البعل شيئا. ولماذا؟ لماذا قتل أنبيائي؟ لماذا؟ كان إيليا أمر بإلقاء القبض عليهم جميعا وذبحهم. أنت أيها الملك، أين كنت؟ لماذا لم توقف هذه المجزرة الرهيبة؟ لماذا؟ أنا؟ الشعب كله كان يصيح ويهتف الله هو الرب، الله هو الرب. إيليا، 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 يعني الله هو الرب. الشعب كلهم صار في صف إيليا ونفذوا أمره. ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ حتى البعل لم يفعل شيئا. لتعاقبني الآلهة أشد عقاب وتزد، إن لم أقتلك في مثل هذا اليوم غدا. هيا هيا اذهب وبلغه بهذا. هيا، ماذا تنتظر؟ هيا هيا. سأتركك هنا. يمكنني أن أذهب معك؟ لا لا، سأنتظرك هنا، ربما قد يطول غيابي. الله سيحفظك، مع السلامة. أنت تعلم أنني يجب أن أسمع صوت الله، فهو الذي يهديني. يا رب خذ نفسي، أنا لست أحسن من آبائي. قم وكل، لأن أمامك مسافة طويلة للسفر.
ما بك تنظر مغتما إلى هذا البستان؟ أريد أن أضمه إلى حدائقنا، لكن النبوث يرفض بيعه لي بحجة أنه ميراث من أبائه. لعله طامع بالربح، أعطيه ما يريد. لا، ويعتبر المسألة دينية، ويعتبر بيع ميراث أبائه استخفافا بالرب. ماذا تقول؟ نبوت يعبد الرب؟ لا عليك يا عزيزي، أنا أدبر لك الأمر. اذهب كل واشرب وليرتاح قلبك، أنا أعطيك كرم النابوت. كيف؟ لا عليك، أمني فقط بعد الوقت، فقط بعد الوقت. ماذا تفعلين؟ ماذا أفعل؟ أخذ لك بستان العنب. تأخذين لي بستان العنب؟ كيف؟ أدعو شيوخ المدينة إلى اجتماع. وما الهدف من وراء هذا الاجتماع؟ ماذا تظن؟ ضد النبوت. بالتأكيد. ولكنه مواطن صالح. مواطن صالح؟ ولكنه رفض بيعك البستان. صحيح، هو رفض أن يبيع البستان. لقد رتبت كل شيء يا عزيزي. شهد زور ضد نابوت، وحكم من قبل أصدقائنا شيوخ المدينة لرجمه. حلو، تخطيط جيد، أليس كذلك؟ كان النبي إيليا في مغارة في جبل حريب عندما كلمه الرب قائلا: ما لك هاهنا يا إيليا؟ قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني يعقوب قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي وهم يبغون ذبحي. اخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض خفيف: اذهب راجعا في طريقك، وامسح أليشع ابن شافاط نبيا عوضا عنك. قد أبقيت في إسرائيل 7,000، كل الركب التي لم تجثل البعل وكل فم لم يقبل. دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. اذهب، فماذا فعلت لك؟ أبي، أمي، أنا ذاهب وراء النبي إيليا الذي طرح رداءه علي ومسحني نبيا على كل بني يعقوب، وسأخدمه حتى يغادر. اذهب يا بني، ليكون رب معك كل أيام حياتك. اذهب.
تسمع ما قاله الشاهدان؟ سمعت، ولكن حي هو الرب، أنا لم أجدف أبدا. شاهدان اثنان، أنا بريء، أنا لم أجدف. لا، بل جدفت على الله وعلى الملك. أنت بحسب الشريعة مذنب. أنا بريء، إنهما لا يقولان الحق. أنت تستحق الموت رجما لتجديفك على الله وعلى الملك. لا يا بريء، اكحف خسر. ستصعد إلى بيت البعل غدا للعبادة؟ هل هناك فتيات جديدات؟ بإمكاني جذب بعض بنات الفلاحين لخدمة المعبد. قد أصعد، تسرني رغباتك. ماذا؟ لدي خبر صار، لقد مات النابوت. ماذا؟ هدية لك. كان عنيدا، لم يصغ لي. كنت أعلم أنك ستصر. فلتبقى هنا. بالطبع بالطبع، تعالي، هيا خذها. أتركك لفترة من الزمن. ولماذا يا سيدي؟ صارت إلي كلمة الرب مجددا بخصوص أخاف. وماذا فعل هذه المرة؟ قتل رجلا بريئا واستولى على بستانه، وقد أمرني الرب أن أقول له: قتلت وورثت أيضا. وأمرني كذلك أن أقول له: في المكان الذي لحست الكلاب فيه دم نابوت، تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. وهل ستكون آمنا؟ من يتكلم كنبي عليه أيضا أن يستعد ليموت كنبي. أنا في يد الرب. سأبقى هنا، وليكن الرب معك. ومعك أيضا يا ولدي. إلى اللقاء إن شاء الرب. إن شاء الرب. كان عليه أن يفكر بعائلته قبل أن يرفض بيع بستانه. يا أخاب الملك، ماذا فعلت؟ أين النابوت؟ أليس هذا بستانه؟ لقد وجدتني يا عدوي. نعم، قد وجدتك، لأنك قمت بعمل الشر في عين الرب. نابوت، يقول الرب: أجلب عليك شرا وأبيد نسلك، والكلاب تأكل إيزابيل بإسرائيل. كيف تخاطب الملك هكذا؟ لو سمعت زوجتي كلامك كما سمعه هذان الشاهدان لقطعت أوصالك تقطيعا. قد عبدت أصنام الأموريين الذين طردهم الرب من أرض بني يعقوب. لقد أصبحت وضيعا قدرا، ضريحا يسكنه الموت. لقد أخطأت وصنعت شرا يا إلهي الرب. هيا اهرب عن وجهي. موسيقى
أفقده إلي عقله. أتعلم ما يجري. أخاب، أنت الملك، يجب أن تستعيد مجدك السابق. سأعلن حالة طوارئ تدفع بكهنة البهلي إلى سعار جنوني. هكذا سيكون ذق الطبول مفيدا لك، وسيرتاح قلبك بشعائر العبادة من رقص وترنح. ما معنى بعد الآن؟ لا شر بعد الآن. أيها الخادم، هل أكل طعامه؟ كلا يا سيدتي، لقد رفض أن يأكل. اترك، سوف يعمل الجوع ما عجزنا نحن عن عمله. إلي علي هي الحقيقة. أمسك مرآة أمام وجهي فرأيت وحشا ينظر إلي. لا أفهم يا سيدي، لقد تكلم إلي ضد الحكم العادل على نابوت. نابوت كان بريئا، نابوت كان بريئا، والحكم عليه كان غشا وكذبا وجرما. يجب أن أرجع لأرى أخاب. وماذا صنع أخاب أيضا يا سيدي؟ لأول مرة اتضع أمام الرب، وما دام قد اتضع فعلا فإن الرب لن يجلب عليه الشر الكبير خلال أيام ملكه، ولكن ملكه لن يدوم طويلا. وماذا عن إيزابيل؟ إيزابيل بدون الملك لا تكون ملكة. سنوات ثلاث مضت على اتضاع أخاب أمام الرب، وفي السنة الثالثة قرر أخاب إقامة تحالف مع مملكة يهوذا الداودية لمحاربة آرام بلاد الشام. واستشار أخاب أنبياء البعل الذين طمأنوه مؤكدين له النصر، ولكن نبيا للرب اسمه ميخا وقف وحيدا مخالفا رأي الأنبياء الكذبة المنافقين وقال الحقيقة، معلنا أن أخاب سيلقى حتفه في المعركة. في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا يا أخاب. ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك؟
ليكن نصيب اثنين من روحك علي. صعبت السؤال. هذا ما أرجو. اسمع يا إليشاع، إن رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنت تعلم أني سأبقى إلى جانبك حتى اللحظة الأخيرة. وأنا أيضا أريدك إلى جانبي حتى اللحظة الأخيرة. يا أبي، أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب، اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم، لئلا آتي وأضرب الأرض بلع. أن تحيي شهوة البعن نحو عشتاروت وتنجب لنا إلها جديدا. يا رئيس كهنتي، لست هينا يا رئيس الكهنة، لست هينا. من الذي دعاك إلى احتفالنا؟ أعرف من أنت. أنت النبي إيليا. كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا؟ ألست خائفا على حياتك؟ حي هو الرب إله بني يعقوب الذي وقفت أمامه. إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولك. من تظن نفسك؟ انظر، انظر حولك، وانظر إلى قوة البعل وعظمته وجلاله، وبالمقابل انظر إلى نفسك. يا إيليا، أنت تجرؤ على المجيء إلى هنا وتدعي أنك تملك قوة إلهية. هكذا قال الرب إله بني يعقوب الذي أنت أغضبته برجاستك، أنت وزوجتك. يا فاقد العقل، أتعلم أن الملك الذي تخاطبه قادر أن يأمر بحبسك؟ ماذا؟ أنت تعلم أنني يجب أن أسمع صوت الله، فهو الذي يهديني.
يا رب خذ نفسي، أنا لست أحسن من آبائي. قم وكل، لأن أمامك مسافة طويلة للسفر. ما بك تنظر مغتمًا إلى هذا البستان؟ أريد أن أضمه إلى حدائقنا، لكن النبوث يرفض بيعه لي بحجة أنه ميراث من أبائه. لعله طامع بالربح، أعطيه ما يريد. لا، ويعتبر المسألة دينية، ويعتبر بيع ميراث أبائه استخفافًا بالرب. ماذا تقول؟ نبوت يعبد الرب؟ دخل برسالة كهذه، إنه سيقتلني. بحث عنك أخاب في كل مكان، وأرسل من يبحث عنك، فعادوا جميعا يقولون إننا لم نعثر عليه. فما إن انطلقت من عندك لأخبر الملك إنك هنا حتى يحملك روح الرب، فيأتي أخاب ولا يجدك فيقتلني. حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه. إنني اليوم أنا هنا لمواجهة أخاب. تذكرني عندما شرعت إيزابيل تقتل أنبياء الرب، خبأت 100 رجل في مغارتين وأنقذت أرواحهم. إذن انتظرني هنا وسأحضره إليك. علمت بشجاعتك، سأكون هنا في انتظارك. هيا حتى تعود. أنت هو مكدر هذه الأمة. هل هذا معقول يا رجل؟ تسبب أكبر كارثة لشعب بأكمله وتختفي لسنوات دون أن تكترث. المكدر هو أنت وبيت أبيك لترككم وصايا الرب وبسيرك أنت وراء البعليم. إيه إيليا، لماذا جئت؟ ما الذي تريده؟ أريدك أن تدعو الشعب كله إلى اجتماع عام على جبل الكرمل، وتحضر أيضاً لهذا الاجتماع أنبياء البعل 450، وأنبياء عشتروت 400 الذين يأكلون على مائدة إيزابيل. وما الهدف من وراء هذا الاجتماع؟ سترى وستعلم. أنا أسبقكم إلى الجبل والجميع سيراني هناك. لا تنسى أن تفك قيد عوادية.
يا جلالة الملك إلى سرير الزوجية واجعلها قرينتك. أنجبي للملك ورثة كثيرين، وليبارك البعل بيت الملك. يحيى الملك! 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 يحيى سأدخل لأقدم للبعل المعظم ذبيحة لأشكره على الأمطار التي باركنا بها فتوافرت محاصيلنا الزراعية، ولأشكره أيضا على غلبة أعدائنا لننعم بالرغد والسلام. يا صاحب الجلالة، أيها الملك المعظم، فلتعاونك بنات الآلهة على نشر بذرتك على مذبح البعل المعظم. بنات الآلهة، فنكرم معا البعل المعظم. لقد أمرت وبطلب من الملكة إيزابيل بتأمين أماكن لإقامة جميع كهنة وأنبياء البعل وأشتاروت في القصر الملكي. هذا حتى يتسنى لنا عبادة البعل المعظم ليل نهار قدر المستطاع. يوجد يا صاحب الجلالة 450 نبيا للبعل، 400 لعشتاروت. رائع، هذا عدد كاف لتأمين العبادة ليل نهار. سوف ننفذ الأوامر الملكية بكل سرور. اسمع، فتعمل الخمر عملها ولتوقظ العبادة الأموات إن استطعت. آسى يا صاحب الجلالة بهذا الأمر الملكي الحكيم أن تحيي شهوة البعل نحو عشتاروت وتنجب لنا إلها جديدا. يا رئيس كهنتي، لست هينا يا رئيس الكهنة، لست هينا. Ha 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 ha
الأطفال. لخدمة المعبد. قد أصعد. تسرني رغباتك. ماذا؟ لدي خبر صار. لقد مات النابوت. ماذا؟ هدية لك. كان عنيدا لم يصغ لي. كنت أعلم أنك ستصر. فلتبقى هنا. بالطبع بالطبع. تعالي هيا خذها. أتركك لفترة من الزمن. ولماذا يا سيدي؟ صارت إلي كلمة الرب مجدداً بخصوص أخاب. وماذا فعل هذه المرة؟ قتل رجلاً بريئاً واستولى على بستانه. وقد أمرني الرب أن أقول له: قتلت وورثت أيضاً. وأمرني كذلك أن أقول له: في المكان الذي لحست الكلاب فيه دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضاً. وهل ستكون آمنا؟ من يتكلم كنبي عليه أيضا أن يستعد ليموت كنبي. أنا في يد الرب. سأبقى هنا وليكن الرب معك. ومعك أيضا يا ولدي. إلى اللقاء إن شاء الرب. إن شاء الرب. كان عليه أن يفكر بعائلته قبل أن يرفض بيع بستانه. يا أخاب الملك، ماذا فعلت؟ أين النابوت؟ أليس هذا بستانه؟ لقد وجدتني يا عدوي. نعم قد وجدتك، لأنك قمت بعمل الشر في عين الرب. نابوت، يقول الرب: أجلب عليك شراً وأبيد نسلك، والكلاب تأكل إيزابيل بإسرائيل. كيف تخاطب الملك هكذا؟ لو سمعت زوجتي كلامك كما سمعوا هذان الشهيدان لقطعت أوصالك تقطيعاً. قد عبدت أصنام الأموريين الذين طردهم الرب من أرض بني يعقوب. لقد أصبحت وضيعاً قدراً ضريحاً يسكنه الموت. فرأيت وحشاً ينظر إلي. لا أفهم يا سيدي، لقد تكلم إلي ضد الحكم العادل على نابوت. نابوت 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 كان بريئا. نابوت كان بريئا، والحكم عليه كان غشا وكذب وجرما. يجب أن أرجع لأرى أخاب. وماذا صنع أخاب أيضا يا سيدي؟ لأول مرة اتضع أمام الرب، وما دام قد اتضع فعلا فإن الرب
ولن يجلب عليه الشر الكبير خلال أيام ملكه، ولكن ملكه لن يدوم طويلا. وماذا عن إيزابيل؟ إيزابيل بدون الملك لا تكون ملكة. سنوات ثلاث مضت على اتضاع أخاب أمام الرب، وفي السنة الثالثة قرر أخاب إقامة تحالف مع مملكة يهوذا الداودية لمحاربة آرام بلاد الشام. واستشار أخاب أنبياء البعل الذين طمأنوه مؤكدين له النصر، ولكن نبيا للرب اسمه ميخا وقف وحيدا مخالفا رأي الأنبياء الكذبة المنافقين وقال الحقيقة، معلنا أن أخاب سيلقى حتفه في المعركة. في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا يا أخاب. ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك؟ ليكن نصيب اثنين من روحك علي. صعبت السؤال. هذا ما أرجو. اسمع يا إليشع. تقدموا إلي. املأوا أربع جرات ماء وصبوا على الذبيحة وعلى الحطب. إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت الله في هذه الأرض، وأني أنا عبدك وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. استجبني، استجبني يا رب، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله. أمسكوا أنبياء البعل، لا تدعوا أحدا منهم يفلت، وخذوهم إلى نهر قشون ليذبحوا هناك. اذهب وانظر نحو البحر. لا شيء يا سيدي. اذهب وانظر. بقة أرملة أن تعو لك. أعطيني كسرة خبز رجاء. حي هو الرب إلهك، ليس عندي كعكة، كل ما عندي هو حفلة من الدقيق في الجرة وقليل من الزيت في الكوز، هذا بالكاد يكفي لي ولابني، وبعدها نموت. لا تخافي، اعملي لي كعكة صغيرة وآتيني بها، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا.
هكذا قال الرب الإله: جرة الدقيق لا تفرغ، وكوز الزيت لا ينقص إلى أن ينزل المطر. سآتي معكما لأعرف ما صنع الرب. شكرا يا ولدي. هذا واجب. يا سيدي إيليا، إلى متى يبقى طحين والزيت في بيتنا؟ إلى أن ينزل المطر من السماء. لم تمطر منذ الزمن. لا تخف يا بني، الدقيق لن يفرغ والزيت لن ينقص حسب قول الرب. هل تثق بالرب؟ نعم يا سيدي إيليا. إن تقدموا إلي. املأوا 4 جرات ماء وصبوا على الذبيحة وعلى الحطب. أيها الرب، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت الله في هذه الأرض، وأني أنا عبدك وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. استجبني، استجبني يا رب، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله. أمسكوا أنبياء البعل، لا تدعوا أحدا منهم يفلت، وخذوهم إلى نهر قشور ليذبحوا هناك.
اذهب وانظر نحو البحر. لا شيء يا سيدي. اذهب وانظر. لا شيء يا سيدي. سيدي 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 استيقظ يا سيدي أرجوك. ابني لا أدري ما أصابه. ما لي ولك يا رجل الله؟ أجئت إلي لتذكرني بإثمي وتميت ابني؟ أعطيني ابنك يا امرأة. إلى المرأة التي أنا نازل عندها تسيء أيضا وتميت ابنها. يا رب إلهي لترجع نفس الولد إليه، لترجع نفس الولد إليه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي القدير، وأحمدك لأنك استجبت دعائي، استجبت دعائي يا رب، استجبت دعائي. أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك، أشكرك. تعال. يجب أن أسافر اليوم، سأرجع لأقابل الملك أخاب. لماذا؟ لقد كلمني الرب وسوف يرسل المطر قريبا ويحيي الأرض. أيها الرب إلهي، إلى المرأة التي أنا نازل عندها تسيء أيضا وتميت ابنها. يا رب إلهي لترجع نفس الولد إليه، لترجع نفس الولد إليه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي القدير، وأحمدك لأنك استجبت دعائي، استجبت دعائي يا رب، استجبت دعائي. أشكرك يا رب، أشكرك، أشكرك، أشكرك. تعال.
يدفنك حيا امرأة. بني الآن تأكدت، تأكدت أنك رجل الله وأن كلام الرب في فمك حق. يجب أن أسافر اليوم، سأرجع لأقابل الملك أخاب. لماذا؟ لقد كلمني الرب وسوف يرسل المطر قريبا ويحيي الأرض. الحمد لله، الحمد والشكر له. فليحفظكم الرب، وشكرا لك على اهتمامك بي طيلة هذه المدة. لا شكر على واجب، يا ليته كان بإمكاني أن أكرمك يا رجل الله كما يليق. لقد خدمتني بإخلاص وأظهرت لطفا وصبرا، الرب سيكافئك على هذا. أرجوك، أرجوك لا تترك لي يا سيدي إلي. ينبغي أن أطيع أمر الرب يا بني. دع النبي يذهب يا بني. أنجبي للملك ورثة كثيرين، وليبارك البعل بيت الملك. يحيى الملك، 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 سأدخل لأقدم للبعل المعظم ذبيحة لأشكره على الأمطار التي باركنا بها فتوافرت محاصيلنا الزراعية، ولأشكره أيضا على غلبة أعدائنا لننعم بالرغد والسلام. يا صاحب الجلالة، أيها الملك المعظم، فلتعاونك بنات الآلهة على نشر بذرتك على مذبح البعل المعظم. بنات الآلهة، فلنكرم معا البعل المعظم.